جولة صحفية جديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم، أهلا بكم. نبدأ بالصحافة المحلية ومنشطات صحيفة الأهرام. دفعة جديدة للعلاقات المصرية الأوروبية، السيسي يشيد بالعلاقات مع فرنسا وجدية الشركات الألمانية. الرئيس يلتقي مع مستشار ألمانيا السابق. شرودر يقول: لمست نشاطا اقتصاديا وتطورات إيجابية تعكس ما تتمتع به مصر من مستقبل واعد. إلى منشطات صحيفة الأخبار، وفيها السيسي يوجه تحية تقدير للمرأة المصرية في عيد الأم. الرئيس يكرم المثاليات وأمهات شهداء الجيش والشرطة. طرح 200 مصنع للصناعات الصغيرة في الصعيد قريبا. ومجلس الوزراء يقول 25 دولارا رسوم التأشيرة السياحية لمرأة واحدة و60 للمتعددة. ومن أبرز عناوين صحيفة الوطن، السيسي يمنح أمهات مصر وسام الكمال. مدبولي يقول: وحدات سكنية وأراض للمصريين بالخارج في إبريل. هالة السعيد وزيرة التخطيط للوطن تقول: حزمة إجراءات لاحتواء أثر الإصلاحات على محدود ومتوسط الدخل وتحسن أجور موظفين مرتبط بزيادة إنتاجهم. ونتابع قراءتنا من عناوين صحيفة الشروق. الحكومة تستهدف جلب استثمارات بقيمة 646 مليار جنيه في عام 2020. السعيد: نسعى للوصول بمعدل النمو إلى 6.5%. 23 مايو: الحكم في دعاوى بطلان إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان. أمريكا تمنع دخول إلكترونيات بصحبة المسافرين من مصر وسبع دول بالمنطقة. والسعودية أول منفذي القرار. رفع قيمة التأمين على حياة الحجاج للمرة الأولى. 50 ألف مواطن تقدموا للقرعة. ومن منشطات صحيفة المصري اليوم: الحكومة تواجه الفساد بمعايير موحدة لتقييم المنشآت. النائب العام يأمر بتفتيش السجون والأقسام بشكل دوري ومفاجئ. مصادر تقول: جهات رقابية تراجع شحنات اللحوم البرازيلية المستوردة. القاهرة والخرطوم: مصيرنا مشترك ونرفض الإساءة تحت أي ظرف. وتحت عنوان المشروع القومي المصري أمان نظافة نظام، أكد الكاتب وائل السمري في مقاله بصحيفة اليوم السابع أن المواطن المصري والمستثمر الأجنبي في احتياج عاجل لما هو أكثر من مشروع استثماري كبير. ويقول الكاتب: كثيرا ما يطالب البعض بأهمية وجود مشروع وطني مصري يلتف حوله الجميع ليضع الأمل في العروق ويعيد إلينا الفخر ببلادنا. والآن تجتهد مصر بكل ما لديها من أثقال لتخطو نحو المستقبل بطريقة أفضل. ولهذا تسعى الإدارة المصرية إلى تبني مشروعات تحديثية كبيرة لتحقيق طفرة اقتصادية وسياسية. لكن مصر أيضا في حاجة إلى مشروعات كبيرة توليها الحكومة أولوية مطلقة لكي لا تذهب هذه الجهود هباء. وفي مقدمة هذه المشروعات تدعيم الأمن والنظام، ثم تأتي النظافة بمعناها الشامل لتصبح بمثابة درة التاج على الرأس. وإلى أبرز ما جاء بالصحف العربية، والبداية من القدس العربية. ديمستورا يغيب عن افتتاح جنيف 5، وروسيا تسعى لسحب حزب الله من سوريا. المعارضة تقصف مسقط رأس الأسد بالصواريخ وتتقدم في ريف دمشق وحماة. ويلات في الموصل يرويها جياع وحفاة فروا من الموت. ومن الصحف الأردنية نطالع من الدستور. معارك كر وفر على أطراف دمشق بين الجيش السوري والمعارضة. تشققات في جدران المسجد العمري بالقدس نتيجة الحفرية الإسرائيلية. نجاة محافظ الضالع اليمنية من محاولة اغتيال. ترامب يؤكد عزم إدارته التخلص من داعش. ونقرأ من الشرق الأوسط في حديثين للصحيفة. أبو الغيط يقول: مشروع فلسطيني جديد للحل، وهناك 16 بندا أمام قمة عمان لتصحيح المسار. اليمن يتهم الأمم المتحدة بالتهرب من مسؤولياتها. السراج يطالب أوروبا بدور أكبر لحل الأزمة السياسية في ليبيا. ترامب حذر العبادي من خطر إيران. ونرصد من عناوين صحيفة السياسة الكويتية. الحريري في القاهرة لتفعيل العلاقات المصرية اللبنانية. عون يسعى لقانون انتخابي يحقق المساواة. وبري يلتزم ببند السلسلة المرتبط بالرتب والرواتب.
برزاني يقول يوم النصر النهائي وتقرير المصير بات قريبا، انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة المغربية. إلى صحيفة البيان الإماراتية التي كتبت: الجيش الليبي يطلق عملية الرمال المتحركة لتحرير الجنوب، الفيدرالية العربية تكشف استخدام الانقلابيين في اليمن أسلحة محرمة، والتحالف العربي ينتقد الرفض الأممي الإشراف على ميناء الحديدة، الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا بالغازات السامة. في افتتاحيتها ألقت صحيفة المستقبل اللبنانية الضوء على أهمية الزيارة التي يقوم بها حاليا سعد الحريري إلى مصر، والتي تؤكد عمق العلاقات الثنائية ودور مصر القيادي، وتابعت: زيارة الحريري على رأس الوفد الوزاري تدخل في سياق ثوابت السياسة الخارجية اللبنانية القائمة على تثبيت العلاقات مع المحيط العربي، والواضح أن الزيارة تأتي في مكانها وزمانها، حيث إنها تجيء في سياق تدعيم العلاقات البينية على مختلف المستويات، خصوصا أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكنت من تخطي مخاطر الفوضى ونجحت في التقدم على طريق ترسيخ الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية الكبيرة والخطيرة، والعودة إلى الطريق الصحيح لتأكيد دورها القيادي والطبيعي في العالم العربي والمنطقة. نتحول إلى الصحف العالمية ونقرأ من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: الصواريخ الكورية الشمالية تنفجر بعد ثوان من إطلاقها، والولايات المتحدة تعلن بوضوح استعدادها لاستخدام القوة لوقف نظام كيم يونغ آن. الأزيديون الذين عانوا من الإبادة الجماعية يفرون من ويلات داعش إلى جحيم المناطق المتنازع عليها من جانب قوات البشمركة والقوات العراقية. صحيفة إندبندنت البريطانية عنونت صفحتها الأولى: نواب البرلمان يحثون تيريزا مي على الوقوف بحزم ضد تهديدات الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى المحكمة الدولية لتغريب بريطانيا أكثر من 50 مليار جنيه استرليني فاتورة البريكزيت. خبراء الأمن يستنكرون خطر الإلكترونيات المفروض على شركات حظر الإلكترونيات المفروض على شركات الطيران القادمة من الشرق الأوسط، ويؤكدون قد يتسبب في عمليات سرقة وضغوط إضافية في بعض المطارات. من الصحف الإسرائيلية نقرأ من صحيفة هارتس: إسرائيل والولايات المتحدة تحاولان عرقلة 5 قرارات ضد إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان. رئيس الموساد السابق يؤكد: الاحتلال هو التهديد الوحشي الوحيد لإسرائيل، وعليها أن تسعى جديا لحل النزاع مع الفلسطينيين. إلى جريدة تايمز البريطانية التي انفردت بتقرير مطول يتهم إيران بتزويد المتمردين في اليمن بطائرات بدون طيار للقيام بهجمات هناك، وقالت الصحيفة إن جهات مراقبة التسليح بمناطق النزاعات أكدت بالدليل أن إيران قامت بتهريب أسلحة وطائرات لجماعات الحوثيين لاستخدامها في هجمات على منظومة صواريخ دفاعية تابعة للتحالف العربي. إلى جريدة لوموند الفرنسية التي كتبت: توسيع التحقيق في قضية مرشح الرئاسة الفرنسية عن أحزاب اليمين فرانسوا فيون لتشمل عمليات غش وتزوير. بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه، اليونسكو والأمم المتحدة تحثان على التوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعاد تدويرها، الأمر الذي تفرضه ظروف تغير المناخ في العالم. وتحت عنوان أردوغان غير مرحب به في ألمانيا، قالت صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية إن سياسات الرئيس التركي ساهمت بشكل كبير في خسارته لأقرب حلفائه، وقد تتسبب فيما هو أكبر من ذلك. وأضافت: لا يزال أردوغان يواصل تصريحاته النارية بتوجيه اتهامات لكل من هولندا وألمانيا بالنازية، إثر منع مسؤولين أتراك من تنظيم تجمعات مؤيدة له، ويقدم هولندا على منع وزيرة شؤون الأسرة التركية من تنظيم لقاءات مع المهاجرين الأتراك على أراضيها. الأمر دعا المستشارة الألمانية أنجلا ميركل للتأكيد على أن الرئيس التركي شخص غير مرحب به في ألمانيا، وهناك توقعات بأن تركيا قد تسعى في الفترة القادمة للبحث عن حلفاء جدد، لا سيما مع سعي أردوغان الدائم لتوسيع صلاحياته ونفوذه في الداخل والخارج. ختام جولتنا، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.